السلام عليكم، معاكم حسام سمير من قناة تكنو ستور. ان شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة الدروس الخاصة بأعمال السوشيال ميديا. ده الدرس رقم 22 معانا في السلسلة ديت. هوريك ازاي ان انت تقدر تصمم تصميم سوشيال ميديا موجه الى عيد الفطر، وازاي ان الشركات بتطلب النوع ده من الديزاينات او النوع ده من التصاميم. بالتالي دي هتكون نتيجة درس النهاردة. هوريك ازاي ان انت تصمم تصميم زي ده احترافي عليه طلب في السوق بشكل كبير، خصوصا في اواخر الموسم الرمضاني. بالتالي دي هتكون النتيجة. خلوني ما طولش عليك اكتر من كده ونبتدي على الدرس على طول. ديت قناة تكنو ستور، قناة تعليمية خاصة بكورسات الجرافيك والدعاية. لو دي اول مرة تتعرف علينا من خلال اليوتيوب او اول مرة تشوفنا، تقدر ان انت تنضم لينا عن طريق ان انت تدوس سبسكرايب وتدوس زر الجرس. بالتالي هتقدر تستفيد من محتوى الكورسات اللي احنا بننزلها بشكل مجانا تماما. كمان احنا ما بنشرحش كورسات جرافيك بس، لا، احنا بنشرح كورسات تسويق وتهيئة سيو. بالتالي تقدر تستفيد من ده كله عن طريق ان انت تنضم معانا لأسرة القناة. اول خطوة هتروح تفتح برنامج الادوبي فوتوشوب بتاعك، وهتبتدي تدخل نفس الاعدادات التالية. هتدخل 1080 في العرض وفي الارتفاع، تتأكد ان الوحدة القياس بتاعتك او اليونت هي البيكسل، والريزوليوشن 300 اخر حاجة. تتأكد ان الكالر مود هو الار جي بي كالر عشان الوان تبقى فيها زهوة، ولانها خاصة بالوان الديجيتال سمارت. بعد كده هتدوس كرييت، هيبتدي ان هو يفتح لك نافذة العمل بتاعتك. اول حاجة هنبتدي نعملها هي خلفية الباك جراوند بتاعتنا. ويهمني تعرف حاجة، انت مش مطالب تختار نفس الالوان اللي انا بختارها، لكن محتاج ان انت وانت بتصمم تختار الوان فيها زهوة. لاحظ ان انت بتعمل تصميم سوشيال ميديا للتهنئة بيكون من الشركات للعملاء بتاعها، بالتالي التصميم لازم يبقى فيه زهوة، وتحاول ان انت تختار الوان مبهجة او مفرحة للعين. بالتالي هبتدي ان انا اختار اللون بتاعي، وليكن هبتدي ان انا اتوجه الى قائمة الكالر بتاعتي، وهدخل الكود التالي اللي انا حافظه مسبقا، وهيديني اللون اللي هو مدي على البينك. بعد كده هدوس اوكي. ليه انا اخترت اللون ده؟ لانه اولا هو ممكن الناس تقول ان هو لون بناتي، لكن هو لون يظل لون مبهج، بالتالي انا اخترته. تقدر انت تختار اي لون تاني مبهج في مزاجك. وبعد كده هبتدي اتوجه لأداة التعبئة، هدوس عليها كليك كده، اختار تاني واحدة في النص او اختصار في الكيبورد حرف الجي في الكيبورد. بعد كده هبتدي ادوس كليك، هينزل معايا اللون اللي انا اخترته ايا كان انت اخترت نفس اللون او غيره. بعد كده هتبتدي ان انت تيجي تعمل لير فاضي تماما جديد، و هنتوجه لأداة الكالر مرة تانية، لكن المرة دي هنختار اللون الأبيض. وبعد كده هنتوجه لأداة البراش تول، اختصارها في الكيبورد حرف البي. بعد كده هتتأكد ان البراش بتاعتك او الفرشة ناعمة، هتتأكد ان القيمة هنا زيرو، وهتخلي البراش بتاعك في الحجم دوت، هتكبر او تصغر من الدال والجيم وتخليها في الحجم البراش بتاعي. ثم ان انت هتيجي عند المنطقة العلوية من الديزاين، تحاول ان انت توسط البرش بتاعك فيها بالشكل ده. بعد كده تدوس كليكاية واحدة مش اكتر، بحيث ان انت تلاقي نفسك حصلت على نفس التأثير. لكن تأثير الاضاءة اللي احنا عملناه ده لو سيبناه بالشكل ده مش هيكون احترافي، بالتالي احنا محتاجين نحوله بشكل الى شكل احترافي اكتر او شكل منطقي اكتر. بالتالي هنبتدي ان احنا نضيف عليه تأثير، هنتوجه الى قائمة فلتر، بعد كده هنختار بلور، بعد كده هنختار بوكس بلور. هيفتح لك النافذة التالية، هتيجي انت تدخل في الريديكال هنا 130 وهتدوس اوكي. بالتالي هتلاحظ ان الاضاءة بدأت تتشتت بشكل مبسط، وان هي في النص نعمت وتحولت معاك الى سوفت لايت، اضاءة ناعمة. اخر خطوة عشان تبقى الاضاءة دي 100% بيرفكت، هتروح عند الاوبازيتي او الشفافية، تختار تقللها شوية من 100 لحدود 90، بالتالي هتحصل على الاضاءة بالشكل المطلوب. بعد كده هنبتدي
نعمل لير جديد فاضي تماما، وهتتوجه لأداة الرنجل تول اختصارها في الكيبورد حرف اليو. بعد كده هتتأكد فوق ان انت هنا مختار الشيب عشان يرسم معاك مش باظ، وهنيجي هنا عند الفيل اللي هو اللون بتاعها هنلغيه، هندوس هنا كده بحيث ان احنا مش عايزين لون، لكن في الستروك هنيجي نختار اي لون على مزاجنا، وليكن انا هختار اللون الابيض. بعد كده هتبتدي تكتب انت هنا في القيمة دي 10، ثم ان انت هتبتدي ان انت ترسم مستطيل كده بحجم مساحة الديزاين بتاعتك بالمنظر التالي. ممكن يجي معاك على شكل نقاط، او تقدر تغير في الشكل النقاط دي بحيث من الزرار ده تدوس عليه هيبقى معاك كذا شكل تقدر تختار ما بينهم، لكن انا هختار الشكل الطبيعي، وهيكون ده الشكل اللي احنا وصلنا له. الشكل ده هحاول ان انا اتأكد ان هو في منتصف التصميم ووسطانه بالظبط، بالتالي هحدده هو والخلفية الباك جراوند، وهروح اتوجه لأداة الموف. هتطلع لك مجموعة الخيارات دي، هتبتدي تدوس على الخيار اللي في النص هنا، وتدوس على الخيار اللي في النص هنا بحيث ان انت اتأكدت ان هو متوسطن في كل الديزاين. بعد كده اللاير ده اللي احنا عملنا منه الرنجل الستروك على شكل مربع، هتبتدي ان انت تعمل منه كوبي كنترول زائد حرف الجي، هعمل لك منه نسخة. النسخة دي هتيجي تدوس كنترول زائد حرف التي عليها، وهتبتدي ان انت تصغرها حاجة بسيطة بالشكل دوت كده، بحيث ان احنا يدوبك صغرناها حاجة بسيطة. بعد كده هنبتدي ندوس انتر، وهنتوجه لأداة الرنجل مرة تانية هندوس عليها. هتلاحظ ان هو طلع لك نفس الخيارات بتاعت اوبشن التحكم بتاعنا هنا، هتبتدي ان انت تقلله حاجة بسيطة من 10، هنخليه في حدود 3. بعد كده هندوس انتر بحيث ان انت تلاحظ ان هو عمل لك الخط، بس بقى في خط اللي هو الاساسي اللي احنا عملناه اول واحد عريض والتاني ارفع منه سمكا وهو المطلوب. بعد كده هنبتدي بما ان الحاجتين دول حاجة واحدة يعني حاجتين متكررين، هنبتدي نعلم عليهم هما الاتنين وندخلهم في جروب كنترول زائد حرف الجي في الكيبورد، هدخلهم لك في الجروب. بعد كده هتيجي عند الجروب دوت هتدوس كنترول زائد حرف التي بحيث ان هو يحدد لك عليهم هما الاتنين، وهتبتدي تصغر حجم المستطيل بتاعنا او رينجل ده، وانت داي شيفت والت عشان يصغروا من نفس من جميع الاتجاهات نفس الحجم اللي هيصغر من الناحية اللي انت هتشد منها، دو شيفت الت وهتبتدي تصغر يصغر من جميع الاتجاهات. هنخليه احنا وليكن بالحجم دوت بحيث ان احنا نسيب هنا مسافات على الاطراف بشكل اكبر. بعد كده هنروح نجيب اول ماتيريال معانا، طبعا كل الماتيريال اللي هستخدمه النهارده هتلاقيه في وصف الفيديو جوجل درايف تقدر تحمله وتطبق نفس الدرس، وهتدوس فايل بليس لينكد، وهتبتدي تجيب اول ماتيريال معانا، وهو ماتيريال البالونات مع علبة الهدايا او البوكس جيفت. قبل ما نعمل فيها اي حاجة هتدوس انتر، وهتيجي عند اللاير ده تدوس كليك، هتحوله كونفرت تو سمارت بحيث ان هو يبقى لاير ذكي، ومهما عدلنا فيه او كبرنا فيه ما يخسرش اي بيكسل. بعد كده هنيجي ندوس كنترول زائد حرف التي عليه، وهنعمله عكسان فليب بحيث ان البالونات تكون على الاتجاه من ناحية اليمين. بعد كده هنبتدي ان احنا نكبرها حجما شوية، مش حاجة كبيرة، هنخليها بالحجم ده كده مثلا، وهنبتدي ندوس انتر، وهنبتدي ننقلها في المكان اللي هنا بالمنظر ده كده. وحتى ممكن ان احنا نيجي عند الجروب ده مرة تانية كنترول زائد حرف التي الت وشيفت مع بعض، وهنصغرهم كمان حاجة بسيطة بالمنظر ده بحيث ان انا بحاول اوسطن برواز الرنجل طول ده مع البالونات من هنا وبوسطانه مع علبة الهدايا من هنا، هو ده الشكل اللي انا عايز اوصله. بعد كده هنبتدي
ان احنا نحرك البالونات بتاعتنا في المكان اللي احنا عايزينه، وليكن هنا تمام او عظيم جدا. بعد كده الجروب دوت هنبتدي نعمل فيه تأثير يضيف حلاوة للديزاين بتاعنا. بالتالي هبتدي ان انا اجي عند الجروب ده ككل، اعمل له ماسك لاير، ماسك للجروب، وهتيجي لأداة الرنجل او تحديد المستطيل ده، وهتتأكد ان انت مختار اللون الابيض للحذف والاسود للاسترجاع، وهتبتدي تيجي هنا كده في الحتة اللي هي قبل البالونات وانت نازل، تحدد عليها المنطقة اللي هي هنا دي قبل البالونات بحتة بسيطة وانت نازل عليها، وتدوس ديليت بحيث ان الشكل هتلاقيه بقى الرنجل طول يدوبك متاكل منه حتة وبدأ يتحرك. كذلك هنعمل نفس الامر من هنا، وهندوس ديليت، هتلاحظ ان الشكل اصبح جمالي معاك اكتر. ممكن تلاحظ حاجة، ان مثلا انت هنا قطعت حتة اكبر من الحتة اللي هنا، بالتالي ممكن عادي تكرر نفس العملية وتدوس ديليت، بحيث ان انا عايزك تخلي الجزء اللي هنا تقريبا قد الجزء اللي هنا، بحيث ان هو يبقى مريح للعين البشرية، وتبقى حصلت على نفس الافكت بنفس الاسلوب بس بطريقة محترفة، لان ده اللي بيميزك ما بينك وما بين اي واحد تاني هاوي. دي التركات لازم تخلي بالك منها. بعد كده هنبتدي نجيب تاني ماتيريال معانا، وهو ماتيريال المخطوطة اللي هي مكتوب فيها عيد سعيد او عيد مبارك او ايا كان اللي احنا عايزين نكتبوه. طبعا انا هستخدم مجموعة من الماتيريال، كل المخطوطات دي انا هستخدم واحدة، انا محضر لكم اكتر من 11 مخطوطة، لكن انا هستخدم واحدة بس، لكن انت هتلاقي 11 معاك، تقدر تختار ما بينهم اللي على كيفك. ليكن انا هختار الماتيريال التالي اللي هي المخطوطة الاولى دي، هتنزل عندي بالشكل دوت. قبل ما اعمل فيها اي حاجة هاجي عند اللاير بتاعها كليك، هحولها convert to smart بحيث ان هي تبقى لاير ذكي. بعد كده هدوس كنترول زائد حرف T، وابتدي ان انا اصغر الحجم شوية، حاجة بساط لكن ما تصغرهاش قوي، لان لاحظ ان اصلا الديزاين كله قايم على ان الشركة بتعيد على الكلاين بتاعها او العميل، بالتالي هي اساس الديزاين بتاعك. وهنبتدي ان احنا نجيبها في المنطقة اللي هنا كده، وعايزك تعمل زوم وانت بتشتغل، بحيث ان انت تخلي الجملة او اي مخطوطة انت هتجيبها من 11 اللي انا سايبهم لك في وصف الفيديو يكونوا في المنطقة دي. ليه؟ لان اولا احنا عملنا الاضاءة في المنطقة دي، والاضاءة دي هتخلي اي عين بشرية بتقع على الديزاين للمرة الاولى تتسحب في الحتة دي، وبما ان الحتة دي مهمة بسبب الاضاءة فاحنا هنضيف فيها المخطوطة، لان عايزين عين العميل تيجي هنا اهو. بعد كده زي ما انت شايف المخطوطة، اي مخطوطة من 11 هينزلوا عندك بالوان مختلفة، ليكن انا مثلا مش عاجبني اللون ده عايز اغيرها لاي لون تاني في الدنيا، عندك طريقتين لتغيير اللون. الطريقة الاولانية ان انت هتتوجه للاف اكس هنا، وهتعمل تأثير او افكت color overlay، وهيطلع لك النافذة دي، تبتدي ان انت تختار اللون اللي على مزاجك، وهتلاحظ ان هي بدأت تتغير معاك، او انك تعمل الطريقة الاحترافية اكتر، وهي انك تستعين ببعض الجريديان الجاهز. طبعا انا عندي كتير، تقدر تحمل انت عن طريق جوجل، او لو حبيت اكتبولي وارفع لكم الماتيريال اللي عندي على جروب التليجرام زي ما عودتكم. وهبتدي اختار اي تأثير على كيفي بالمنظر اللي انا عايزه، وليكن انا هختار دوت، وممكن ان انا هو يكون كده، انا هعكسه واعمل له عكسان بحيث ان انا اجيب السواد. وهتلاقي ان هنا اول واحدة هي لينر، يعني اقسم التأثير نص اسود ونص احمر، وعندك الريديكال اللي هو بشكل دائري اسود على الاطراف الاحمر في النص، لكن انا مش بحب يعني انا مرتاح اكتر للتأثير الاخير اللي هو دايموند على شكل بلوري، هتلاقي الاحمر في النص والاسود على الاطراف بحيث الجملة تبقى ظاهرة بشكل شيك. وهدوس اوكي
وليكن ده التأثير اللي انا حبيته. ممكن بعد كده تيجي انت تكتب هنا مثلا ويب سايت الشركة او اسم الشركة بخط عربي حلو محترم كده بلون ابيض مثلا، او حتى نفس اللون اللي انت استخدمته في الجريديان هنا، او ممكن حتى تكتب الويب سايت او رقم الموبايل في المنطقة دي كده، بحيث ان هو اصلا بيبقى ديزاين للتهنئة للعملاء اللي هم اصلا عارفين الشركة ومتابعين صفحة الشركة على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. وليكن دي النتيجة اللي وصلنا لها. تبتدي بعد كده تدوس فايل سيف، وهتبتدي تحفظها نسخة بي اس دي عشان تقدر تعدل عليها فيما بعد، وبعد كده هتيجي تحفظها صورة عشان ترفعها على منصات التواصل السوشيال ميديا وتعمل بيها حملات سبونسر. تبتدي تدوس فايل، ما تحفظهاش بالطريقة العادية من هنا، لا هتدوس اكسبورت سيف فور ويب، وهتتأكد فوق هنا ان انت مختار بي ان جي سلاش 24 في الاتنين، وهتدوس سيف، وهتيجي تحفظها بالاسم العكيفك في المكان العكيفك وتدوس سيف. بالطريقة دي هيطلعها لك بأقل حجم للصورة لكن بأعلى كواليتي، بالتالي لما تيجي ترفعها على منصات التواصل الاجتماعي وتعمل بيها حملات سوشيال ميديا مش هتضغط المواقع دي الصورة ومش هتبكسل منك. ده كان درس النهاردة، اتمنى ان انت تكون استفدت ولو بمعلومة بسيطة. اخيرا ما تنساش تحت ان انت تدوس لايك للفيديو ذات نفسه وتشيره على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك. كمان ما تنساش تشير رأيك في التعليقات وتسيب كومنت برأيك، لان الحاجة زي دي بتفيدني جدا في ان انا اطور القناة. وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. كان معك حسام سمير، وبعتذر لو قصرت معاك او حاجة، لكن انا صايم والصيام بيأثر. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.